Audio Jump. Audio Jump. الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحفل الديني الذي أقيم اليوم هو بمناسبة ذكرى 20 لوفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله تراه، حيث تليت آيات قرآنية سلك قرآنية وأمداح نبوية شريفة وقرأ اسم الله اللطيف إلى جانب سورة ياسين. فطبعا هذه الذكرى هي تخليد لوفاة المغفور له الحسن الثاني طيب الله وتراه. نحن بصدد توزيع الهبة الملكية الكريمة على الطلبة حفظة القرآن الكريم وقراء اسم الله اللطيف لابن حجر والمادحين في الجناب النبوي الشريف. الهبة الملكية ستوزع عليهم إن شاء الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه هو ووالده جلالة المغفور له محمد الخامس، وأن يكرم مثواهما ويجزيهما عن المغرب والمغاربة أحسن الجزاء، وأن ينصر مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك سيدي محمد السادس نصرا عزيزا مؤزرا يعز به الدين ويعلي به راية الإسلام والمسلمين، وأن يقر الله عينه بولي عهده الأمير المحبوب مولاي الحسن، وأن يشد عضده بشقيقه السعيد الأمير مولاي رشيد وباقي أفراد أسرته وشعبه بهذا البلد الأمين، وأن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان والازدهار والرخاء والاطمئنان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.